الأسبوع الجاي عنا فحص رياضيات، شو نعمل؟ لازم تعدوا تدرسوا يا ابني. أنا لازم أدرس كتير، ما أخذنا شي من هاي الدروس بالمدارس التانية، ما عم بفهم شي. إذا بدك أنا فيني ساعدك بالدراسة. لسا قبل شوي كنت عم تشكي وتقول شو بدي أعمل بالفحص. يا روحي، في طرق كتير لحل هالموضوع يعني. لحظة لحظة، أردا، أنت بتعرف الأنسي جانسو؟ اسألها إذا الأسئلة صعبين، وكمان عن طريقة الأسئلة بلكي بتساعدنا. إيه ابني بعرفها، بس مو لدرجة أني أقدر أسألها هيك أسئلة كمان، يعني علاقتنا مو كتير قوية. عملنا هالمعروف يا زلمة. إيه والله يا معلم، نحن كتير مظلومين. طيب بس الوضع بالبيت متوتر هلأ بسبب مشاكل أخي، بس معلش، أنا رح أحكي مع أمي بلكي هي بتسألها. أنت رفيق عن جد كبير. يا شباب أنا رايحة بشوفكم. وافي لشوف، وافي وافي، أنت لوين رايحة؟ رح روح على البيت. ما رح تروحي على البيت، رح تيجي معي. أردا أنا مزعوجة أصلاً، بدي روح على البيت. طيب بعرف داي أخلاقك ومزعوجة، مشان هيك بدك تروحي معي، يلا. أوه أنا نسيت أعطي الكتاب لعلي، استنوني هون ماشي؟ لا تروحوا ما بتأخر. شفتك كيف عم تطلعي بأردا، أنت عم تغلطي. شو اللي بتقصده؟ ما عم بفهم عليك. لا تعملي حالك غبية. وأنت شو علاقتك تونش؟ خليك بشغلك أحسن. إيه؟ لوين رح نروح؟ اسمعي، تون شاطر بالرياضيات بيقدر يعلمنا شوي، تعالوا نروح على شي مكان. يا غمور رايحة على البيت أصلا. طيب بس ليخبرنا أردا، إذا عرفنا نموذج الأسئلة مندرس كلنا مع بعض. ماما حبيبتي أنا طالعة. لوين رايحة هلأ؟ بدي شوف البنات وبدنا ناكل مع بعض. إيه طيب بس اصحك تتأخري. ها إيه؟ تمام. وخلي تليفونك مفتوح، سمعتي؟ وبس اتصل فيكي بدك تكبسي على هذا الزر الأخضر، لا ماشي تنسي. ماشي ماما. هي القصة يا ستي، وحتى المدير حكى مع أمها، خبرها كل شيء وقال إنه ما عاد عندها عادات سيئة وإنه هي عم تتعالج وعم تاخذ جلسات دعم، بس أمها مصرة وبدها تنقلها من المدرسة. بدها تاخذني على ألمانيا. أنا شو بدي أعمل هني؟ كل رفقاتي اللي بحبهم وبتعودي عليهم هون. آه يا بنتي يا حبيبتي، نحن شو فينا نعمل؟ ما بعرف بصراحة يا ستي. عم أقول إذا أنت بتحكي معها بلكي بتقتنع مني. بحكي معها مو مشكلة الحكي، بس ما بعرف قديش بحق لي إني أتدخل بقرار أخته أم، يعني هي أم وبدها تشوف بنتها جنبها وبدها تحميها كمان. يا ريت لو بابا بيتصل فيني مرة تانية. أنا رح حاول أني أوصل لأبوك يا بنتي، لا تاكلي هم، بس أنتي اهدي شوي. يا ستي لا تنسي أنا حكيت لك كمان عن موضوع المصروف. إيه تمام، هي رح تاخد مصروفها من ستة. آه لا لا شكراً كتير لإلك، بس أنا حابة أني أشتغل وطالع مصروفي لحالي. معناها عندي فكرة، خلينا نشغلك عنا بالمطعم ومنظبط ساعات العمل حسب وقت مدرستي. ها شو رأيك؟ حلوة هالفكرة، بتاخد العقل. ورح أحكي مع أمك كمان، حاجة تبكي بقى. شكراً كتير لإلك. والله يا ستي أنت ما في منك. شكراً كتير إلك. يا مجنونة.